كنجري بغات نوطا حتى ترست لي من رجلها. وليت كندم علاش خرجت وخليت هذاك النهار. واش نقول لك وليدي رانا محنا محنا ومكرفصه ومكرفصه مع هذيك الدريه معذبه وليدي معذبه معذبه معذبه. مشاهدينا الكرام، والله العظيم ملي جابني لهاد الماده هادي قال لي والله تغير تبكي ما كذبش والله ما كذبش. اختي انا معانا مول الجلابه اللي يدخل عندكم يساعدكم واخا ما قدرتش نكمل. ارجوكم ساعدوا هاد العائله وفق المستطاع. تعليق مواطن. شكرا. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى. والجلابة مع الفقارة، جينا الآن عند أمي حبيبة. أمي حبيبة عندها أكثر من 70 سنة، عطاها الله بنية. هذيك البنية المآل ديالها الجنة إلا بغى الله، ضحت بالغالي والنفيس من أجل الأم ديالها. الإبنة ديالها مالكة عندها حوالي 47 سنة. عندهم الله سبحانه وتعالى في هذا البوي. تبعوا معايا مشاهدينا الكرام لتنور الرأي العام أكثر. هاد البويت عندهم هاد الشيء، هو مساكن في الشب، إلا احتاجوا الأمور ديال الكوزينة كيخدموا به. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا جيت وقف قدامك مالكة وكتبكي. عاودي لي بقلبك قولي اللي بغيتي، أنا معاك، أنا القصة عارفة والرأي العام غادي يتبعها معنا. عاودي لي كيفاش كديري مع الأم ديالك في هاد البيت؟ ما عندكم حد. ما عندكمش اللي يجيب لكم تا كاس ديال الماء ما كاينش. والحمد لله. السلام عليكم. شكرا لكم حيت جيتو عندنا مره ثانيه. خويا الحاله انت كتشوف، الوالده ديالي راه عيانه. المهم با الله يرحمه توفى، قتلو واحد في الطاكسي. المهم هو مات ما مخلى لينا حتى شي حاجه. المشكل اللي كاين هذاك اللي قتلو دوز 40 يوم في الحبس وما تعاقبنا حتى شي حاجه. بقينا هكاك، الوالده ديالي انت كتشوف مهرسه من مكتفها، رجليها ما كتقدش تنوض دير لاباري ديال القلب. وين ما كاينش ما الا تعاونوا معنا الناس كناكلوا، ما كانش كانوا حل في الدواء، كانوا حل شحال من حاجه، مرات خبزه ما كتلقاهاش. وربي كبير، الحمد لله الحمد لله على كل حال. المهم ربي ما كيضيعناش، ربي ما كينساش. يا ملكه ما تزوجتي ما درتي وليد على قبل امك؟ وعلى قبل اش غنخليها كي غندير؟ انا بغيت غير نخدم، ما كرهتش نخدم، ولكن باش نخرج ونخليها هكا ما كنقدش. مره انا غير مشيت غير مع جارتنا للسبيطار، هي ما كتقدش تنوض، بغات غير تنوض. انا نسيت ما عطيتهاش الطواليت، ملي بغات تنوض طاحت ترست لي من رجلها. وليت كندم علاش خرجت وخليت هذاك النهار. من ذاك الوقت ما يصافي رجليها ما رجليها ما كتقدش، إيدا واحد الإيد اليمنية يعني. وصافي يقول ماتت عليها، بغينا نديرو لها عملية على قبل إيدا الساعة ما قالو لنا ما يمكنش، باش شافو داك الخيوط دوزنا لها داكشي، شافو الخيوط في القلب ديالها ما المهم حتى نعسنا في السبيطار قالو لنا ما يمكنش. صافي بقات لها إيدا هكاك، وهادشي اللي كاين. مشاهدينا الكرام، غادي نشوف موي حبيبة شوية. وحنا وليدي نسلكو صافي هاكا نسلكو مع الوقت، ما عندنا وليدي ما نديرو والو، لا حتى الله وسخ وهذا كلشي راه كتشوف فيه على عينك وليدي، كلشي وليدي كتشوف فيه الحالة ضعيفة. وحنا مكرفصين ومحنين، ما كاينش وليدي لا فين طلع لا فين تهرب. بغيت تهود ما تقدها تقلب على اللي هبطك، بغيت تطلع ركبوني في دارهم باش يطلعوني. ما نقولش لك وليدي رانا محنا بزاف، محنا وليدي محنا مكرفصة بزاف وليدي. ورين الطواليت لتحت ما تصيب كيفاش تهود ليها، جاب واحد الناس جابوا لي طواليت، جابوا لي كروسة، وليت اللي بغا يهودوني تاعي ركبوني في دارهم ويهبطوني، اللي بغا يطلعوني تاني ركبوني وطلعوني. واش غنقول لك وليدي رانا محنا محنا ومكرفصة ومكرفصة مع هذيك الدرية معذبها وليدي معذبها معذبها معذبها، تاكل قطعة شي بلاصة شي سفلي بعدا، الواحد يبك في بعدا لتحت ما يطلع لا ما طلع ما تهبط، ما عندي كي ندير وليدي. والو والو هادشي اللي عطا الله وليدي.
هادشي اللي عطا الله، الله يعمر ربي يوفق بينا ويشوف فينا ويسهل عليكم تنتم وليدي، ويسهل عليكم عطاكم مناوين في خاطركم. الله يعمر ربي يكون عوينكم وليدي، الله يعمر ربي يكون عوينكم وليدي. الله يستركم ويجي وش يجي الكرام. والله العظيم ملي جابني لهاد المادة هادي قال لي والله تغير تبكي، ما كذبش والله ما كذب. اختي جوفا كارين ياك؟ يا اخويا كارين في هاد البيت هذا بشحال كتخلص؟ 6600. ما كتلقاهاش؟ ماشي مرات ما كنلقاهاش حيت عندي الماء والضو وعندي الكرا وعندي الدواء، خاصني كلشي هادشي في الشهر خاصها هي الدواء ديالها ديال القلب خاصها ضروري تشرب، ولا ما شربتوش راه ما ضروري خاصها الدواء. المهم في الشهر كيجي الشهر صافي كندوخ، خاصك الدواء والماء والضو والكرا، الا ما يخلصيش الكرا غير يخرجوك. والحمد لله الحمد لله. اختي انا معانا مول الجلابه اللي يدخل عندكم يساعدكم واخا ما نقدرش نكمل، على الاقل باش تدوزوا هاد شعبان ورمضان. الله يرحم الوالدين، الله يسهل عليكم، الله يعطيكم منين تعطيو، الله يسهل عليكم. بارك الله. مشاهدينا الكرام، انا غادي نخرج على القانون ديال البرنامج ديال مول الجلابه وغنوضع رقم الهاتف ديال هاد العائله. مشاهدينا الكرام، اللي تنوى الراي العام اكثر في الموضوع، هاد العائلة ما عندهم لا خوت لا والو، الأم عندها هاد البنية ضحات بالغالي والنفيس تبحث عن رضا الله في الآخرة من أجل الأم. مسكينة كتبغيها تخرج ما لا إمكانيات مادية، ما عندهم اللي يدفيهم في هاد الدار، ما عندهم اللي الحائط يعني دور الراجل ما عندهمش في هاد الدار، ناس ما فحالهمش. الإبنة ضحات سنين طوال من أجل الأم ديالها، وصلت ل 47 سنة ما تزوجات والو من أجل الأم. مشاهدينا الكرام، أنا غنوضع رقم الهاتف الأخت، أرجوكم ساعدوا هاد العائلة وفق المستطاع. تعليق المواطن. شكرا.